يلملم هذا الشاب تلك الفضلات ليصنع منها قهوة برازيلية تعد من الأغلى في العالم، إذ تستخرج حبوب تلك القهوة من روث حيوان الجاكو، وهو نوع من طيور الدراج الذي يعيش في الغابات الاستوائية. لكن المثير أن الكيلوغرام الواحد من هذا المنتج يباع في البرازيل لقاء نحو 229 دولاراً، وبسعر أعلى عندما يصدر إلى الخارج خاصة لبريطانيا. Esse aqui é o cocô do jacu. Geralmente ele escolhe as frutas mais melhor, né? Vamos dizer assim, as mais maduras. Aí ele defeca, aí se cria bostinha do jacu. سمعة طائر الجاكو لم تكن جيدة في السابق، ولم يكن مرغوبا فيه في المزارع، لأنه كان يعتبر آفة تهدد المحاصيل. لكن قهوته المنتجة من فضلاته جعلت منه صاحب منتج نادر ومرتفع السعر عالمياً.